بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يا صادق يا صادق علمك منورنا يا صادق يا صادق علمك منورنا يا صادق يا صادق علمك منورنا يا صادق يا صادق علمك منور يا صادق يا صادق علمك منورنا يا صادق يا صادق جحفر صادق ما مسموم جحفر علمك يا صادق أمس واليوم جحفر فقه وأصول ودين وعلوم صادق صادق غدرك من علومك الهوم صادق ندع الله أن يلعن نسلهم يا مهوم يا مهوم علمك بقى وحيوه الأجيال يا مهوم علمك بقى وحيوه الأشبال يا مظلوم هدموا بقيعك والدمع زال جروح ذل بعدك مأذن وهم ويلك أشبع عيني جروح ذل بعدك مأذن وهم ويلك أشبع عيني يا صادق يا صادق علمك منورنا يا صادق يا صادق علمك منورنا يا صادق يا تقوى 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 وفكر علمنا جحفر تقوى تقوى وأمانة وعلم يظهر تقوى تقوى وعلم للدين منبار بفكاره بفكاره زاح الظلام انزاح منه بفكاره مثل الشمس نور دربنا يا مسموم يا مسموم انوازي ونعزز زكية يا مسموم بالشور والبردرية صادق وعلم قدرت الأجيال نشهد عدم رابع بأحوالنا صادق وعلم قدرت الأجيال نشهد عدم رابع بأحوالنا يا صادق يا صادق علمك منورنا يا صادق يا صادق علمك منورنا يا صادق يا صادق ناخذ إليك يا صادق الدار ناخذ وقلوبنا مستعرة بالنار ناخذ يا ابن الول الناصح المختار مهدي مهدي نعذب مصابك اللي نظهر مهدي نسموه أعداء وخلا والدار يا مهدي يا مهدي ترى رعب حضن العلم والصار يا مهدي سموه جبدة يلتهبنا يا ابن الحسن والله من تظرين الحد العمر والهم دارين يا ابن الحسن والله من تظرين العمر بالهم الجليلك يا صادق يا صادق علمك منورنا يا صادق يا صادق علمك منورنا يا صادق